يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على الجنوب بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيانه بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 23، الإسكندرية 29 30، مطروح 28 19، بورسعيد 30 23، الإسماعيلية 33 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34 23، العريش 31 22، طابة 32 23، شرم الشيخ 35 24، الغردقة 35 24، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 38 24، أسوان 39 25، الوادي الجديد 38 21، شلاتين 33 23، حلايب 32 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.